هي مشاركة برأيي المتواضع، يعني أساسها تضامننا الكبير مع الشعب الجزائري البطل الذي دافع وقاوم الاستعمار حتى نيل الاستقلال. وأنت تعلم أننا كشعب فلسطيني وكثورة فلسطينية تعلمنا من الثورة الجزائرية، وكذلك كثير من الدول تعلمت من الثورة الجزائرية. هي بالنسبة لي هي إضافة كبيرة ورمزية جدا تلامسني أنا كمواطن عربي. احنا دائما منذ الأزل في الوطن العربي كلنا على يد واحدة وعلى قلب واحد، ننصر ضعيفنا ونقف مع من يحتاج الوقفة دائما. التكاتف العربي في المحنة اللي مرت فيها الجزائر إلى الاستقلال كانت كبيرة، واليوم احنا نجسدها على الخشبة بشكل مبسط، ولكن بإذن الله راح تصل للمشاهد والمتلقي. شبيبة الجزائر باش تكون هي الفائد الوحيد انهم يتفكروا بلادهم بحاجات كما هكا، اقل ما يمكن ما يقدموه للمقاومين والمناضلين اللي يناضلوا من شأن البلد هذايا. واحنا نعرفوا انه المحنه محنه واحده، تونس والجزائر نفس المستعمر. الوغ كيشوفوا اعمال فنيه تخلد هذه اللي قاموا به، هذه حاجه مهمه على الاخر باش الصغير يتعلم حب المواطنه، حب البلاد، حب الحريه. جد جد فخور بهذه المشاركه في هذا العمل الكبير الذي يحيي فينا روح المجاهدين، وكل جد واب ضحى من اجل حريه هذا الوطن. طبعا نحن نشترك في التاريخ ونشترك في العادات والتقاليد وتراثنا، نتقاسم نفس المعاناة ونفس الفرحة أيضاً.